بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. ربنا يبارك لأصحابه في خيرهم ورزقهم والجمال الحلو. إن شاء الله بإذن الله هيبقى يومنا هنا، وهقدم لحضرتك بعض النصايح تفهمها زي ما تفهمها. وخلي بالك من نفسك، وابعد عن ان انت تمد ايدك على حاجة مش بتاعتك، وما تتحرش بالموظفة اللي معاك، ما تتحرش بجيرانك، ما تتحرش بالناس، عشان هتبقى سمعتك وحشة زي اخينا ابو سمعة وحشة. يلا بينا يلا بينا. صباح الفل صباح الفل صباح الفل. اخباركم ايه؟ تصوروا لسه حاطين اللي هي الزينة بتاعت اعياد الميلاد، تقريبا حطوها في اول شهر 12 قبل الامتحانات بتاعتي ب10 ايام تقريبا. المهم انا رايح مشوار وهنتفسح كالعادة، ويومكم حلو. وخلي بالك هنصحك شوية نصايح تخلي بالك منهم وتركز عليهم عشان ما تضيعش في البلد دي وتغرقت يا مرقات. في الغربة هتلاقي اشكال كتيرة قوي، حاول انت تبعد عن هؤلاء الناس. يعني ايه ابعد عنهم؟ يعني ما عملش زي ما هم بيعملوا. في ناس بتبقى مرضى نفسيين عندهم عقد من البيئة اللي تربوا فيها، شاف ابوه او امه مش عارف ايه، فهو بيطلع معقد نفسيا لما بيجي هذه الدول اوروبا بصفة عامة، فتلاقيه يبدأ يبقى حيحان وتحرش، فيتقفش ويبقى مشهور ان هو متحرش في المكان اللي هو موجود فيه. حاول ان انت ما تبقاش كده. الناس هنا بتحترم بعضها، لو واحدة معجبة بيك هتلاقيها بتقرب منك، هتلاقيها تحاول ان هي تتكلم معاك تعرفك تفهمك. لقيتك فلح وجاهل وبصماجي والحاجات دي بتروح خلعة منك، فهمت؟ دي حاجة في البداية كده عاوز اقول لكم عليها. ان شاء الله باذن الله انا رايح مشوار، وبعد المشوار هنكمل ان شاء الله. صباح الفل. اوعى تكون متحرش. خلصت المشوار وروحت غيرت وقلت هنزل لازم اعمل لكم فيديو حلو يليق بمقامكم. نكمل بقى الموضوع بتاعنا في الغربة. حاول يا باشا ان انت تبعد عن الشبهات. اتحرشت بواحدة كده احترم نفسك، لطشت محفظة واحد احترم نفسك، ليك حد في عيلتك كذا او كذا او كذا احترم نفسك، فهمت؟ عشان الغربة ليها احترامها، ولما بتحترم نفسك في الغربة الناس بتحترمك، فهمت؟ فهمت؟ انت فاهم كل حاجة انا عارف. فأهم حاجة ان انت تخلي بالك من هذا الموضوع. وايه صباحكم ورد وعسل في جو ألمانيا المجنون الجميل. صباح الفل. بصوا النهاردة في تدريب اللي هم الضفادع البشرية. في واحد غطسان تحت لابس بدلة كده غريبة كده، وطبعا البنت دي ماشية مع اللي بيبقلل ده، شايفين؟ يا عيني. طبعا في ناس بتاخد هنا دورة هيا. وصباح الفل، حبيت اوريها لكم. احنا هنكون هنا ان شاء الله بإذن الله. وطير يا طيارة. صباح الفل صباح الفل صباح الفل. ما شاء الله على الهدوء، سبحان الله. العلامة اللي في الارض دي اللي هي 30 مكتوب عليها 30، في شوارع تلاقي فيها السرعة 30 وفي تلاقي 20، ده بينبهك ان هنا منطقة سكنية ما ينفعش تمشي فيها اكتر من 30 كيلو متر في الساعة. دي حاجة من ضمن الحاجات حبيت اقول لكم عليها في يومنا هذا، اللي هي العلامات المرورية في الشوارع. نفس القصة هنا، بص حتى كاتب لك اهو السرعة 30. الناحية التانية كاتب لك اللي هو المكان البارك من اول هنا لحد هنا من الساعة كذا للساعة كذا، ولازم تعمل اشتراك في الاشتات عشان محدش يجي يغرمك وانت راكن في مكان مش مكانك. مشكلة البلاد دي ان مش في اي حتة تركن وخلاص، لا لازم تركن في المكان المخصص ليك حتى لو كان تحت بيتك. يا عم ده انا ساكن هنا وفي مكان اهو ممكن اركن قدام البيت، لا يا حبيبي انت مأجر الشقة بس مش مأجر الشارع. هو ده النظام في هذه الدول عشان تبقى عارف. وصباحك جميل. اخر تلاقي الناس ملتزمة بقواعد المرور، ملتزمة بالقوانين اللي داخل الشارع، ما تلاقيش حد بيعمل حاجة مأفورة عن القانون، كله بيحترم القانون في نفس الوقت بياخد حقه. طب الناس متضايقة من هذه القوانين؟ الله أعلم، ولكن القانون حد يتضايق منه؟ الصح حد يتضايق منه؟ لا طبعا. أنا كده ماشي مكان
عبور الدراجات المفروض امشي هنا كده. دي برضو تخلي بالك منها. بص النهر جميل ازاي، سبحان الله، في يومنا الجميل واتمشى. طبعا الجو كله امطار وما علينا بالامطار. وبعدين هو المطر بيزعل، بيزعل الناس في ايه؟ المطر. الجو ده يزعل الناس في ايه؟ طب خليني اقلب لك الكاميرا واوريك منظر اللي انا شايفه ده. بص يا غالي، ده يزعل حد في حاجه؟ مش عارف يزعل مين. يعني يزعل مين ده؟ ما يزعلش حد، بالعكس انت بتستمتع بهذه الاجواء، غيرك ما بيستمتعش، هو حر. هو حر، كل واحد حر في حياته، صح يا نجم؟ لما بتخرج في اجواء حلوه زي دي بتبقى انت مستريح نفسيا. هو في حد يكره الراحه النفسيه؟ والله ما بيكرهش الراحه النفسيه الا المعقد. اللي متضايق، اللي يشوفك بتضحك فهو يبقى متضايق. متضايق من ايه؟ انا بضحك، انت مال اهلك؟ كل واحد حر، اضحك، عيط، ولول، دور على مشكلتك، دي مشكلتك وحياتك، احنا مالنا؟ داخلنا ايه؟ مش عاجبك ده خلاص يا حبيبي، براحتك. فهمت يا نجم؟ يا عيني على الحلاوه والاجواء. خليني اصور لكم المدينه الجميله اللي احنا فيها. سبحان الله، تبص على المدينه والبيوت والناس تحس ان مفيش حد عايش في هذه البيوت، الا بقى لو بيت منور زي البيت اللي هناك ده فتعرف ان في بني ادمين عايشين هنا. لكن في الطبيعي شارع فاضي، مفيش غير انا تقريبا اهو، بصرف النظر عن العربيات اللي فايته قدامنا دي. ولكن طبيعي ما تلاقيش حد واقف على باب البيت بتاعه، ما تلاقيش اطفال بيلعبوا بكوره مثلا قدام البيت، ما تلاقيش الكلام ده. حتى في الصيف هتلاقي برضو نفس القصص، تاخد بالك. وعشان نعدي الاشاره الناحيه الثانيه نروح عاملين كده. بص شايف، هتفتح دلوقتي، مش هتطول يعني. يلا يا سمسم، يلا يا سمسم، شكرا يا جميل. وتعدي، ناس مهتمين ببلدهم، في خدمات الناس كلها بتستفاد بيها، ودي اجمل حاجه، تكنولوجيا. فصباح الفل، صباح الفل، صباح الفل. واديني راجع على البيت، انا كنت بتمشى وبغير جو، وبعد كده بنروح. يومك بيخلص، بس لما يومك بيخلص بتلاقي نفسك انت استفدت. طبعا انتوا عارفين ان انا داخل على مرحله جديده من التعليم، عشان احنا ناس متعلمين مش بصمجيه، فممكن ده يزعل ناس ويخليهم مخهم تعبان، لان هم حابين ان هم يشتغلوا مرمطون، يرمي كيس الزباله اخر الليل. دي مش مشكلتنا، دي مشكلتهم هم، لان بيبقى حدود تفكيرهم وايه واحلامهم ان هم خلاص هي الحياه كده، ما عندوش ازيد منها، ان هو يشتغل ويهلك نفسه وفي الاخر راس مالك ايه يا ابني؟ صفر، نول، مفيش حاجه. ربنا يشفي كل مريض. ما شاء الله المدينه دي جميله جدا، هي قريه بس منسقه جدا. وتشعر بهدوء الناس والحلاوة والعز اللي الناس دول فيهم. ده بيبقى نظام القرى في هذه الدول. تقول هو مفيش حد عايش هنا؟ بالعكس، العربيات دي بتاعت ناس، والناس دي راكنة عربياتها وهم جوه بيوتهم دلوقتي، خد بالك. فدي اميز حاجه في هذه الدول، الهدوء، 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 وده اللي احنا بنسعى ليه. يا سلام لما تكون عايش في بيت زي ده كده وكل حاجه صمت حواليك، تقدر تستمتع. ولما تطلب معاك زعيق وهيصه وزمبليطه تنزل على المدينه. المدينه قريبه جدا على فكره من هذا المكان، تقريبا بالقطار 4 محطات وبتنزل، والله المستعان.
في الجماعه اللي هناك دول مش عارفين مكان محطه القطار فسالوني، قلت لهم انا ماشي في هذا الطريق وهدلكم على محطه القطار، خليكم معايا وقولوا لي ايه رايكم في هذا الجمال الحلو. يا عيني يا عيني يا عيني. خلينا نعدي الناحية التانية في الأجواء الجميلة دي ونروح على محطة القطار عشان نركب ونعود إلى المنزل. يعني الفيديو اللي أنا صورته ده بصوره لحضراتكم عشان أنت تتعلم في الغربة تخلي بالك من نفسك، في الغربة اوعى تتحرش بوحدة، في الغربة اوعى تمد ايدك على حاجة مش بتاعتك عشان الكاميرات هتجيبك والضابط المعرفة هيحط عليك وهيلبسك قضية، وفي نفس الوقت لما بتتحرش فانت بتقع في الرذيلة لان انت بتتحرش باي ست مريضة بقى فيجي لك ايدز، يجي لك مرض كده يجي لك مرض كده وكلنا بنشوف. فاهم حاجة ما تعملش شريف على ناس عارفاك، فما تعملش بني ادم على ناس عارفة اصلك. فهمت يا حبيبي؟ خلي بالك من نفسك ويا ريت تحترم نفسك. صباح الفل، يلا سلام.